يا منزل السبع المثاني سلم قطر دار ابن ثاني الله يا رب البرية ومرحبا بكم مشاهدي ومتابعي قنوات الكأس الرياضية في كل مكان بحلقة جديدة من برنامجكم الحصيلة. اليوم هو بداية السن الكبير بالنسبة لهجن أبناء القبائل، ستة رموز في سن الثنايا ستتنافس عليها شعارات كبيرة من أجل إسعاد الجماهير، ونحن نرصد الصورة. والحصيلة دائما تبدأ معكم بأبرز العناوين. توقعات المشاركين عن أشواط الرموز. أنا محاول والتوفيق عند الله، أما القادر قادر رب العالمين. المبروكة ذخروها لليوم الكبير وتوجت بأقوى الأشواط. هذه كلها بركات أبو محمد، السر يعرفه أبو محمد، سعادة حميد بن سيد النياط. أطرس الحربي بطلا بكل جدارة لشوط القعدان المفتوح. والله طعمك اللي عنده جرأة دائما يكون شجاع، والشجاع مي من فراغ. ناقلات المسند تسعد الجماهير القطرية وتطير برمز العمانيات. ما الله وفق، فالحمد لله اليوم أخذنا رمز وانفكت العقدة. بن مقارح يقدم متعود ويقتنص رمز القعدان العمانيات. هذا ختام الأمير، فيه انتحاري، ما يدخل فيه لو واحد انتحاري. دهشة بنت الفايز تحقق الرمز الرابع في تاريخها. هي نوعية، أنا أخبرك أنها نوعية. آخر رموز الثنايا يذهب للإمارات مع الحذر للخيالي. خامس على الرمز وثاني على الرمز، اليوم سبق تيمل وسبق اليوم. رئيس الاتحاد السوداني يشيد بمهرجان سمو الأمير. وما غريب عليه أخواننا في قطر في هذا الإنجاز. وقفة فنية عن أشواط الرموز. شوية كان في استعجال في الأوامر لكن رجع تاني وعاد. بن غويث يصرح للحصيلة بأن السيف قريب من اللورد. وما سبقت أيوة. ترى أنا واحد يعني ما توقعني، خلاص ما عاد عندي أعرف. الحصيلة تذكركم بشوط فن المسند. والتوقيت الحدث مع ناصر، مع الأنيق، مع الأنيق، السيف السيف.
مشاهدينا الأعزاء، يوم أمس كان هناك أشواط تراثية دائما موجودة في المهرجانات الختامية خاصة بالراكب البشري، فبالتالي كان هناك 4 أشواط تراثية، فيها 3 أشواط للقطريين وشوط للاتحاد العربي الذي تألق به الكويتي طبعا، لكن شوطين من 18 إلى 35 والشوط من 36 إلى 45 للقطريين، والشوط الأخير اللي كان الرابع للاتحاد العربي من سن 18 إلى 45. هذا التقرير الذي سنقدمه لكم يوضح لكم الصورة كاملة. الزعبي مع اللحظات الأخيرة، إني سامع الزعبي، مشكور يا الزعبي، مشكور على هذا الركوب والأداء الممتاز. الصعاق القادم مع ثاني المراكز متعب بن علي بن محمد الصعاق، ولكن الزعبي 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 مع أول مع أول الأشواط، 10 على 10 يا الزعبي، 10 على 10، مشكور على هذا الركوب هنا والانطلاق، تهانينا والناموس. فوز بناموس هذا الشوط، ثاني الأشواط في السباق التراثي، السيارة مع الصعاق هنا في هذا الأداء الكبير، هذا هو الصعاق يتوج بطلا بناموس هذا الشوط، يتوج بطل نيالك الاحتفالية الجميلة، وهذه الثقة التامة من الصعاق كما عودنا. سلام يا الصعاق سلام، نيالك الفوز، نيالك الانتصار، لحظة الوصول إلى خط النهاية راشد. يا الهاجري مع هذه اللحظات ينطلق بنبداح، ما يعرف إلا الجد، ما يعرف المزاح، بنبداح يا سلام، الله يمبارك، مبارك ومبارك عليك البيكب، مبارك بنبداح، بنمبارك التواه الهاجري، سلام على هذا جمهورية السودان، يتواجد على المركز الثاني والثالث المراكز مبارك بن عمر الشايكت عبر شاشة قناة الريان، لحظة الأوامر والتعليمات وانفراد بالفعل بالصدارة بالمقدمة مع الفوز والانتصار، سلام إلى دولة الكويت، سلام هذا الحضور الجميل، سلام لعلي بن حمد بن سالم المري، جماهير مشجعين يتابعون على أرضية الميدان. نبارك لكل الفائزين في السباق التراثي. أما برنامج الحصيلة في تغطية منافسات مهرجان سيدي سمو الأمير المفدى لسن الثنايا، تبدأ الحكاية بلغة الأرقام في الفترة الصباحية. أما على صعيد المنافسات بين ميدان التحدي في الفترة الصباحية، كان هناك 20 شوط في الفترة الصباحية مثيرة للغاية، من استطاع أن يحقق الشوط الرئيسي الأول نتابعه سويا، مزنة المملوكة لعمران بن سلطان الكتبي هي من سجلت الشوط الرئيسي الخاص بالبكار،
بينما شوط القعدان ذهب مع الرهاوي المملوك لعلي بن حليس بن حميد العفاري. والتوقيت الأفضل كان مشاهدين الأعزاء كما تظهر لكم الصورة مع فرح في الشوط الثالث ملك ناصر بن طرشوم العامري، وهذه طبعا فرح سجلت 12 دقيقة 36 ثانية 94 جزءا من الثانية بهذا الشكل كانت الحكاية. لكن هذه الوقفة تضعكم بأبرز ما دار في الفترة الصباحية. والمقيض أيضا على الختام، يا سلام وجود عادة مشرفة، عادة مشرفة قوقاء أيضا قادمة، وأيضا مزنة، مزنة يا مزنة يا مزنة، وجود قوقاء قوقاء قوقاء، مزنة 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 قوقاء اليبهوني، ولكن مزنة من الجانب الآخر، مزنة وقوقاء، مزنة وقوقاء، يا سلام مزنة مزنة. الرهاوي وراع الرهاوي، جود مورنينج بحليش، جود مورنينج، صباح الناموس، صباح انه يزفوا الى الوثبه، تحديدا مع شعار بن حليش، تهانينا لعلي بن حليش بن سعيد العفاري راعي الرهاوي. البيكب سلام يا بن طرشوم، سلام سلام يا العامري، سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المشرف في هذا الصباح. تهانينا نهني مشاهدينا الأعزاء كل الفائزين في الفترة الصباحية. لكن دائما أنا أقول يا حبذا لو يكونوا في أشواط الرموز، لأن الإثارة دائما تكون بين جنبات ميدان التحدي في أشواط الرموز المخصصة لسن الثنايا، والتي بدأت عبر الحصيلة الآن. أنتوا مشكلتكم أنكم ما تشوفون إلا إذا خذا رمز. نقطة الصفر تبدأ من يوم 29. طيب هذا شعار من يا ذيب؟ شعار معروف هذي يعني اقول يعني المتابع ما يعرف، الله يرحم والديك. شعار بن غدير. او نعم. نعم سلام يا ابن غدير، سلام سألو مرغم. اي نعم خذيته رمز واحد. ها واليوم ان شاء الله اتصال. ها وان شاء الله اليوم نصيب له اتصال. الو مرغم، اتصالات وكاله كامله رمز واحد لحد الان واحنا في الثنايا. ايه بشرك. لا مو برمز واحد ان شاء الله. بالله رمز واحد في المهرجان. اي نعم المهرجان. اي انا اقول لك اليوم ان شاء الله. ها الليل ان شاء الله. ستلطمون ولا صعب؟ لا لا سنلطم. ها سنلطم. سنلطم. ها اي نعم. شو اسم البكره الخطيره عندكم؟ عني سبع واقع وشرح ثلاثه. اي نعم شغل مخططين على الشوط انتم. اي نعم كيف حالك؟ خير. لا فيك شوف هذا شعر من شعر بن غويث بن اوه
تعرف انت بن قويس مطر؟ نعم او نعم. اسمع بن قويس ما عنده الا حبه واحده. نعم حبه ان شاء الله. ان شاء الله تقدر هالحبه هذه ولا ما تقدر؟ نشوف اخر نهايه. والله هذه جت ثالث ولا ثاني في المرموي؟ ثاني. ها ثاني هذه هي نفسها؟ نعم نفسها. انا ادريبه. انا اقول لك جاء خطير. نعم. ومن اللي اخذ عليكم شوط في ذاك الوقت تذكرونه؟ اكيد ما اكيد تذكرونه اللي لطم الرمز. بن غدير. بن غدير. نعم. عندكم وعنده واحد. واحد بن غدير. لا علي رفقه مو بواحد. علي رفقه اللي يقول لك واحد مو هو يا اخو خارج الدوله كله واحد. يا حبيبي نعم. خذ الرمز انت طال عمرك وطير وصور معاه وخلي العالم تستانس. لا تقول واحد ما في واحد. لا واحد نحن واحد. بن غدير اكيد. خلاص غير الشعار. غير الشعار. شل الشعار. اه تضحك. انا اقول غير الشعار دم واحد يا اخوي. نحن اخوان. ونعم ونعم بس اخوان يا اخي في الميدان صعب الوضع يا اخي. لا اعرف. لا لا واحد نحن حسب واحد. يعني مطر راح ياخذ الشوط ان شاء الله. انتوا الان المدوشي ما اخذ ولا رمز يا اخي. رمز واحد راح لعمان بس اللي عند السيد ساعدني عليه وانا ما دخل شيء في رموز جاي ثالث في العمانيات. والثنايا ان شاء الله. يعني جد ثالث صح؟ ثالث نعم في العمانية. اي بعدي بيض. نعم. الله وجهك. المدهوشي لحد الان ما حققت طموحاته الى الان صح؟ بيتحقق اليوم ان شاء الله باذن الله. بيتحقق اليوم. شو اسم البكره؟ رمزان. في واحده اسمها المبروكه. المبروكه يقولون خطيره جدا عند سيد نيادي. مش باقي يعني باقي شوي نص ساعه وهناك عادي. نعم. هل سيبتسم الحظ للاخوان في السلطنه؟ باذن الله. السلطنة ما أخذها ولا رمز واحد والثاني اليوم إن شاء الله. ها؟ اليوم إن شاء الله. هذا وش سوت؟ ايوه في رصيد يا موترين وثاني على الرمز عمان. أنتوا خذيتوا رمزين؟ أي نعم. وبيض الله وجيهكم ووجهه. لكن الواحد يطمع أنه يستمر ما يوقف يعني. إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. أي والله. واليوم عبدالهادي بن خليل ربما من الأسماء الخطيرة جدا. نعم صحيح. صح ولا لا؟ صحيح نعم. وقبلة الحلال زينة. إن شاء الله نقول إن شاء الله. ان شاء الله. ولكن الاسماء اللي معك هذه اللي تخدم. الاسماء ما يستهان فيها. ايوه اسماء قويه. كل الاسماء ذي. ايوه اللي ما الاسامي كلها ماخذها سيوف ورموز وشلافي وكاسات. الله يعين. اي نعم. زين كيف تتعامل مع الشوط؟ كم اسمين ولا اسم ولا كم؟ المفتوح فيه بكره والمحليات فيه بكره واحده. اي نعم. وهي في النهايه اللي تسبق واحده. اي نعم. الا يعني تحتاج مساعده. لأن أشوف بعض الشعارات داخل بثلاث بأربع أسماء. بتساعد روحها إن شاء الله. بتساعد روحها إن شاء الله. إيش شلون طبيعة تركض الله يحفظك؟ ولا ما تقولها؟ لا ما أقدر أقول. لا تقول أي بالله عشان ما تنكشف الأمور كلها بطبيعة. الله يبعد روحي. زين يعني عبد الهادي سيضيف ثالث؟ رمز ثالث يعني؟ ثالث ورابع إن شاء الله. ثالث ورابع بإذن الله. في المهرجان ولا اليوم؟ اليوم وبكرة بعد بكرة إن شاء الله بعد. سيد الرئيس يعني كيف تشاهد هذا المهرجان الذي بدأ منذ أيام وتواجد كبير من كل المشاركين؟ والله أولا باسمي واسم الشعب السوداني نقول لكم أهل قطر أميرا وحكومة وشعبا والله نحبكم من القلب. جزاء ونحن كذلك. وهذا الحب نتج من أنتم من زرعتوا هذه المودة والحب في قلب كل الشعب السوداني. أنت لعطائكم ولودكم ولتعاونكم ولتقديمكم لكل ما هو جميل للشعب السوداني. فلكم مننا كل الود والمحبة والتقدير والاحترام. الله يبيض وجهك. وأنت في محلك وعند أخوانك حقيقة. أكيد نعم أكيد نعم. هذا بلدي وأنا سعيد جدا أشارك في مهرجان سيف الأمير الذي على قلوب كل الشعب العربي محبب. فلذلك أنا محظوظ جدا للمرة الثانية أشارك في هذا السباق. سيد الرئيس يعني كيف تشوف هذا المهرجان؟ اسمح لي جماهيريا فنيا أيضا. والله أكيد المهرجان يعني هو يتحدث عن نفسه بكل تجمع العرب والإخوان والشعب كله. وما غريب على أخواننا في قطر في هذا الإنجاز. يقولون على ذمة. أيوة لا على ذمة الراوي. انكم خذيتوا اول رمز في المهرجان وناوين على انكم تاخذون اخر رمز. صحيح ما يقال في اروقه الشحنيه؟ و
الاطفال هم قالوا يخونون يقولون انك مصرح وهذه تصريحات انا اتوقع ان منك تجي يعني والله شوف الانسان اللي جاي من هناك مو بياي من اجل انه يشارك جاي يبغي يحصل النتيجه اللي هو يسعى لها حلو وهذا يعني ومطمع يعني الانسان اللي حاطه في باله انه يوصله والناس منافسينك مثلك يطمعون لهذا الشيء بعد ويطمحون لهذا الشيء لكن ميدان يا حميدان ايوه نبرتك كانت قويه جدا قد اعذر قد انذر من شو هذا خربت لي بالله انت عدلتها مرتين اعذر اعذر من انذر اعذر من انذر مستمر على هذه المقوله شوف نحن احنا جايين كفريق جماعي يعني شلون جماعي فريق يعني احنا جايين دول من دولة الامارات او نعم ايه احنا جايين يعني اللي بيشل السيف يعني احنا قد انذرنا وخلاص وخبرنا سواء عندي ولا عند حد من الاخوان اللي مشاركين لا بس يعني اكيد انه يعني بتساعدون مثلا ما تصير لا لا ما تصير اللهم نفسي ايوه هيلب يور سيلف هذا الكلام يعني ما تصير اليوم انت قادر على انك تلطم ترى لحد الان ما اخذت ولا رمز القادر الله سبحانه انا محاول أنا محاول والتوفيق عند الله أما القادر قادر رب العالمين بس لا تدخل لي المصطلحات اللي تدخل في الشرك أنت ليش بعد أنا قادر قادر رب العالمين مو أنا قادر لا 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 حد بيقول لك قادر اللي بيقول لك قادر خليه يظهر لي الحين أنا أقول لك ها اللي يشترون عند الستار طال عمرك وعارفين إن هذه قادرة أو هذا قادر هذا عنده معلومة طال عمرك إن هذا خطير وكم مرة قد اشتراها وتجت سابعة وثامنة وخلاص بقادر لا عرفت إنه مو بقادر لا لو قادر هذاك ما بيبيعها له لو بيحط وزنها يا مرحبا يا ابو خليل مرحبا ومسهلا يا مشعل انت الان بعيد عن الضغوطات لانك انت القطري الوحيد اللي اخذت رمزين كل اهل قطر ان شاء الله بياخذوا الرموز انا اقول لك يعني فبالتالي انت جاي هنا وانت ما عليك ضغط كبير لا بالله اليوم الضغط الكبير اليوم ناوي لك علنية اليوم ان شاء الله ان شاء الله كريم ان شاء الله اتمنى التوفيق لنا والاخوان المشاركين يقول عندك فرصه في العمانيات اكثر بكثير من الـ من من الـ من الشوط المفتوح ليش ما تكون الفرصه في الاثنين لانه في مستوى يعني انا اتكلم بوجهه نظر محللين تبقى او متابعين او مراقبين يعني لكن انت قريب من الحلال وتفيدني الحلال اللي في الشوط الاول تراها ماخذه ثلاث رموز بعدين ترى من شهر 5 وهي تركض ذي النادي ايوه زين منها ترى امس جايه في دبي ثانيه جايبه 12 و10 هل انا قاعد اقول لك ففي اسماء اخرى موجوده طال عمرك مريحين هالربع شلون مريحينها يعني ما حكوها ما ضغطوها اي قصدك يعني ما جاها ضغط ايوه يعني. ما جاها ضغط بالضبط والله ما ادري يا مشعل اليوم الشوط ذا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتمنى انه يكون عندي ان شاء الله والله يوفقني ويوفق اللي مشاركين معي منو الاخطر عليك في المفتوح كلهم خطيرين ما عندي اسم واحد ما والله ما في اسم واحد كلهم خطيرين اللي موجودين بس الله يوفقك وياك انت مجتهد وهم مجتهدين وهم مجتهدين ما في شك والباقي على رب العالمين والنعم بالله ان شاء الله والنعم بالله لكن ننتظرك متأكلين على اللي ما تنام عينه المدهش هلا هلا كيف حالك يا مشعل هلا بشرنا بشرك بشاير خير ان شاء الله يا ولد انت بدعت ما بدعت ولا سويت لا بدعت في الفيديو ما الفيديو هذاك حنف في الشارع انا قريبك بدعت في الفيديو هل ستبدع هنا الان التبديع كله من بعدك تبديع عندك انت التبديع عشان تعرف ندور عليك حتى لو انك خارج الميدان لا بشرك الله يجيب لي في خير يلا شد حيلك يا رجال جيت ثالث ها جيت ثالث بس الثالث مو مطلوبك انت ما تدور على اكيد الأول. اكيد الهدف الاول ها واليوم ان شاء الله متفائلين خير يا مشعل حاس اخطر اسم عليك من الاسامي كلها خطيره قول لي اسم والله اسامي خطيره كلها فيش اي شوط الا شوط رئيسي عم اتكلم عن شوط رئيسي شوط رئيسي كلهن الاسماء خطيره ها كلها اسماء خطيره الوجبه عندك صاحبه رمز ووصيفه ناقه هاي سبوق ايوه وفي ركاب كلهم سبب ما تحضرني اساميهم سبق على مستوى حبيبي مو توكلنا على الله الله اكبر عليك كلنا تحت رب العالمين اذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا في كل مكان الكل يتمنى وفي النهايه الميدان يا حميدان اللي الله كاتب له الرمز يلطمه بكل تاكيد مع بعض الى الشوط الرئيسي ونلتقي ان شاء الله في الحصيله التاسعه والنصف الى الشوط الرئيسي وينطلق مشاهدينا الكرام على بركة الله وحفظ الله شوط
صوت الشلف الفضية والمليون ونصف المليون. مشاهدين الأعزاء انطلق شوط الشلفة في هذا المهرجان، إذا مهرجان استثنائي. نتمنى التوفيق لكل المشاركين. نتجه مشاهدينا الأعزاء لنتعرف على المراكز المتقدمة الأولى. مقدمة الشوط سبع على المركز الأول، حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي. أين تتجه الشلفة؟ هل تمسي في ميدان التحدي أم تعبر إلى، يا سلام يا سلام، المقدمة شرح بدأت بالانطلاق، شرح بدأت بالتسلل. أبناء مرغم هل يروحون بهالشلفة الليلة؟ هل تروح الشلفة إلى مرغم أم إلى المملكة أم تبقى في الشحانية؟ من معالمي أو تحددي معالم هذا الشوط، المركز الرابع تصل في أول نداء، تصل الوجبة. عبد الهادي النيادي القادم لانتزاع الشلفة، الحاضر في أقوى أشواط الثنايا. عادت بلدنا ناصر بن عبد الله المسند ملك السيوف. أبناء الميدان، أبناء الميدان، وصلت الوجبة، وصلت الوجبة، وصلت الوجبة. عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني، وتصل حشيمة أيضا لسيف بن مبارك بن سيف الاكتبي. ولكن المبروكة والوجبة، الكيلومتر الأخير، الكيلومتر المثير. يا مضمرين، يا مضمرين النيادي، هذه المبروكة. زعفروني راسها كفت ووفت، يومها جسنا نكلمها. افطارت طارت طارت وطارت بالشلفة، طارت بالشلفة. وش ذا المبروك؟ الله يبارك لك. الحمد لله، مبروك مبروك. عشد ما فيها حيلة. يا والله سويت انت؟ والله بره لها عوايد مبروك. الرمز الثالث السنة. يا حبيبي والله اني داري ان مبروك كريم هي مهيب سهلة. اي والله الحمد لله. وشعورك الان؟ شعور واحد من دومس لا يوصف. ايوه عاد روحي. نعم. حد اول من اتصلك من ومانة؟ اول اتصال جاك؟ كلها سوى تلفون يصيح. اول اتصال؟ ها؟ من الوالد. عادي. نعم. الله يبيض وجهك. ويهك. ناموس يا بطل. مساء الخير. ثلاث رموز ها؟ رصيد ناموس. نعم. وهذا الرابع؟ هذا الثالث. ايوه عادي. الرابع في رصيد ماخذ رمز قبل دقيقة. مبروك. اي اسمها مبروكة. مبروك نعم. اسمع بسوي لقاء معك بعد شوي ها؟ توكل على الله. بيض الله وجهك. ناموس يا بطل. مساء الخير. مستانس ها؟ اكيد اكيد. بلشت انت وجهك مبروك. وجهك مبروك. طول عمرك. موفق ان شاء الله. نعم. اذا مشاهدينا الاعزاء، اقوى اشواط اقوى اشواط الثنايا ذهب الى النيادي وطار الى دولة الامارات مرة اخرى. ناموس له ولجماهير. نعيد الشوط ونعمل لقاء على كيف كيفنا. مشاهدينا الأعزاء بالحليس أسعد جماهير النيادي وقدم مبروكة لتكون بطلة في الشوط الكبير. يا مرحبا. يا مرحبا سيد. ناموس طال عمرك. تستحق خير من يا الله. يا مرحبا يا ابن حليس. يا مرحبا يا هلا. سويت يا رجال بالعرب. الحمد لله ما سوينا شيء، توفيق من الله. هذا ما في شك، ولكن مبروكة الكل رشحها صراحة. الحمد لله توفيق ما خيبت الظن. هذا الكلام. نعم. لكن مبروكة يعني اسمح لي، أول شيء وضعها في الشوط كان وضعية مثالية صراحة. توفيق من الله. ولا اشتغلوا عليها؟ لا لا ما حد اشتغل عليها، سدت نفسها بنفسها. ها؟ سدت نفسها بنفسها. ما اشتغلوا عليها هي مرشحة. لا لا ما حد اشتغل عليها، سدت نفسها الحمد لله. أنا عارف لكن اشتغلوا عليها في الشوط. اشتغلوا ما اشتغلوا سدت نفسها البكرة. عادي. اي نعم، والرمز الثالث اليوم بتضيفه في هالسنة. الثالث؟ نعم. ما شاء الله، متى آخر رمز ما أخذته قبل هذا؟ نعم في إشارة محمد بن زايد. كانت ماخذ الرمز. نعم. زين هذه اسمح لي من وين جاتكم هذه؟ هي من الانتاج ولا مشترى؟ لا من المشترى. متى اشتريتوها؟ اشتريناها يوم هي فطيمة. يوم فطيم؟ اي نعم. زين ويوم حقه ويوم هذه كلها بركات ابو محمد السر يعرفه ابو محمد سعادة حميد بن سعيد النيابي. ونعم 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 سيد حميد هذا من 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 الدواهي طال عمره. هو السر عنده. انا ادري بس السر عنده، لكن يوم هي حقه شاركت؟ شاركت بس السر كامل. أيوة. والسي في كامل عند ابو محمد. بس احنا ما نعرف عنه، ابو سيد ابو محمد طال عمرك مو موجود. نورنا. خلاص سر. ها؟ سر هذا. لا والله. اي نعم. شاركت حقه؟ نعم شاركت. اخذت رمز؟ نفس تاع الرمز. زين وبعد يوم صارت لقيه؟ بعدين خلاص قال ابو محمد هذه بنت تكبر بتكون راعة الرموز. والله؟ اي نعم وسماها المبروكه. عادي. اي نعم. يعني ما ركضت يوم هي لقيه وجدعت؟ لا اركضت بس ما ركض خفيف ما اخذها رمز في الاذاعه. بعد؟ نعم. ما شاء الله تبارك. وسلالتها عندك سلالتها؟ بنت غازي المختبر. بنت غازي ها؟ نعم. والله العظيم من يعني سلاله طيبه. الحمد لله. اي نعم. الشوط واجهت صعوبه فيه للامانه مبروكه؟
لا الحمد لله، الحمد لله التوفيق من الله، ما في صعوبات. الشوط فيه نخبة النخبة حقيقة. لو في نخبة النخبة، من دام الله موفق وميسر الأمور ما عندك أي مشكلة. توفيق هذا كله من الله. أي بعد روحي والله إنك داهية الدواهي. الحمد لله. يعني ماذا يعني لك هذا الإنجاز الكبير سيد؟ يعني لي وايد. يعني لي وايد خارج الدولة ومثل الدولة وأخذ رمز وشوط مفتوح، هذا أقوى الأشواط. عيني عليك. ماذا تعيدون جمهوركم في القادم الآن؟ إن شاء الله أبشروا بالخير. أبشروا بالخير. قادرون على السيف ولا مش قادرين؟ هالمركاض ما عندنا شيء. ما عندكم في السيف؟ لا والله العظيم إنكم أسعدتوا الجمهور. الحمد لله توفيق من الله. بيض الله وجيهكم ووجهك أبيض. ولكن السيف وين تتوقع يروح على حيك؟ عند الله العلم. لا أنت تتوقع، أنت رجال مقدم المبروك. ما في حد يضمن الشوط ولا حد يضمن السيف إلا بعد البودرة. روحي لمن تودي الإنجاز هذا؟ أهديه لسعادة حميد بن سعيد النيادي، وأهديه للمحبين إن شاء الله سعادة حميد بن سعيد النيادي. ما عندكم مشاركات خلصتوا؟ لا خلاص 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 الرموز ما في شيء. نيادي خذ رمز واحد بس مطي واحدة حطينا في المهرجان هذا في الرمز وخذت الرمز. عندي؟ أي نعم. في كل الأسنان؟ في كل الأسنان مطي واحدة. يا حبيبي أي عنفوان سيد نيادي، تحياتي لسيد نيادي. استاهل أبو محمد استاهل. استاهل. وأنت بعد مشرف يعني؟ الحمد لله. هذا لا هذا ترتيب. شوف انا مشرف بس اللي تحت اداره عبد الله بغدير بن حمدان الوهيبي. او نعم لكن انا اتكلم انه نعم مشرفين كنا بالضبط. يعني الناس اللي يشتغلون ما اوكي سيد نيادي يشتري نعم، ولكن في ناس يتعبون بعد. ما لي بس تحت اداره عبيد بغدير الوهيبي. الله يبيض وجهك. تحياتي له. يستاهل. بيض الله وجهك. وجهك الله يعطيك الصحه والعافيه. أمين. اقوى شوط مشاهدينا الاعزاء، سيد نيادي يحقق الشوط الاقوى والاهم والابرز بطبيعه الحال، ويهدي الرمز للأشقاء في الإمارات على ظهر المبروكة. يقول لك مبروكة، سماها مبروكة لأنه يعرف أنها ما تدخل شوط إلا تلطمة على حد تعبيرهم. شوط آخر ينتظر عند الانطلاقة، نتابع ذلك الشوط. الانطلاقات الخاصة بهجن أبناء القبائل في هذه الأمسية الرئيسية التي تتكون من 6 رموز فضية رصدت من قبل اللجنة لهذا المهرجان الغالي الكبير، تجمع خليجي كبير. على بركة الله متابعينا مشاهدينا الكرام، انطلق قبل حوالي دقيقتين الشوط الرئيسي الأول الخاص بالقعدان المفتوح. المركز الرابع شعار بن حبيشة من واقع الشعار واسمه لفظ الخنجر. هناك كمليون ريال قطري لصاحب المركز الأول، وأي أيضا جوائز نقدية قيمة. عندنا المركز الثاني 6 كرام، حيث يرحب أبناء قطر طانة حتى هذه اللحظات. هنا المركز الثاني هذا عساف سالم بن عامر المدهوشي، أحد الأسماء المرشحة. وأيضا مبلش وصل على المركز الثالث، مهدي بن حمد بن فارس اليامي. وأعود إلى المركز الأول، أعود إلى الله. الخنجر يدون ويسجل باسم أطلس سعيد بن جابر بن عبد الله الحربي. تهانينا والناموس، تهانينا والناموس لمالك أطلس الذي حقق وخطف الخنجر. ناموس يا أبو سعيد. استاهل خير. إيش الإبداع؟ الحمد لله. ايش الاطلس هذا؟ الشعر مو بغريب عليها الابداع. نعم ما في شك، ولكن الاطلس هذا اللي اقلع كانه ايرباص ما شاء الله. ما شاء الله بعير سبوق طعمك ماخوذ سبوق، وبعير في رصيد السياره في الامير والد، وثالث على الرمز في دبي، وهذا فعله اليوم. الشوط 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 ترى في اسماء قويه في الشوط، انت كيف قدرت تلطمه؟ الشوط ما يلطمه الا القوي، وسعيد يابر قوي وشعار ضاري على المنصات وعلى السيوف وعلى الرموز، وانخذه اليوم بغريب عليه. ولكن نعم. هناك قائد فني. قائد فني الحمد لله. لا هذا طعمك الشعار متواجد من استوى الركض متواجد. أيوة. واليوم انخذ رمز طال عمرك، هذا بغريب عليه. الريال اللي داعم العزبة يوصل الركض. نعم. واللي يجدد العزبة بمشتريات يوصل الركض. والحمد لله على التوفيق. داهية. لا والله مو بداهية. على نهج أبيك. لا يا أخوي المطي اللي تخليك داهية، السبوق اللي تخليك داهية وتخليك فنان. على نهج أبيك. الحمد لله. سير على نهج أبوك وتوصل. الله كريم. ونشكر الريال هذا طعمك عامر الوهيبي مضمر. كفو يا عامر. كفو يا عامر. ناموس. الخير. لمن تدري إنجاز يا عامر. والله دي سعيد يا عامر وبغانم وبغانم. بركات الله بركاتهم. أيوة بعد روحي. أيوة على طول معي مباشرة. أيوة بعد الانتظار. أهلا وسهلا.
هلا 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 مشعل بن حضيرم. هلا الغالي هلا. سوى سعيد يابر؟ ماذا فعل سعيد يابر؟ هاي حوايد سعيد يابر الغالي. الغالي طار اطلس اطلس اقلع اقلع. يا اخي هذا شيء عادي عند سعيد جابر الغالي. الله يطول. شو تقول لسعيد جابر بعد الشوط هذا؟ شو تقول له؟ سعيد جابر ما في حيله الغالي، ركبه في السيف ان شاء الله معدانه. اي بعد روحي، بيض الله وجهك، بكلمك بعد شوي الذيب. اذا بن حضيرم مباشره بعد نهايه. حبيبي. اذا مشاهدينا الاعزاء، بن حضيرم بعد الشوط مباشره اتصل بنا وهنأ سعيد جابر والانجاز الكبير، لكن خلونا نعيد الشوط ونعمل لقاء على كيفنا مع المضمر الكبير. مشاهدينا الأعزاء وصلنا الآن بأريحية مع غانم بن سعيد الشيخ لنتحدث عن هالأطلس الكبير. أول شيء أقول لك ناموس، تستاهل خير من الله يا أبو زايد، الحمد لله على التوفيق. وبيض الله وجهك ويهك إن شاء الله. أنت الآن يعني نتائجك حقيقة قاعد تبشر بأنك قادم وبقوة الصاروخ في هذا العالم الساحر. والله الحمد لله على التوفيق. طال عمرك نحن نجتهد ونشتغل ونتمنى التوفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم. أطلس متوقع أنه يكون على الموعد صح ولا؟ والله أطلس طالعك ماخذيننا بقيمة قوية وماخذيننا على فعل، ماخذيننا من عند كاسب بن سالم المسافري. أيوة. والبعير منافس على الرموز ما شاء الله. هي نعم، وخذناه أول موسم ماخذيننا من عند بن كاسب. يا ماخذينا ثني انتوا؟ ماخذينا ثني السنة. أيوة. أول اشتراك عندنا بشعار سعيد يابر في الأمير الوالد. حصل على سيارة بعد الرموز. ما دخلتوا في الرمز؟ لا ما دخلنا، لان البعير كان في وعكه صحيه شوي. ايوه. ورحنا به دبي في البندقيه ثالث. ما شاء الله. اي نعم. وهذا ثالث اشتراك له عندنا، وخذ الرمز اليوم الحمد لله في شوط المفتوح. اي بعدي. والبعير ينحدر من سلاله محليه من امه وابوه، لكن سبحان الله خيرة له هو يوم صار في هالشوط. اي بعدي. نعم. يعني هو محلي؟ نعم، امه بنت سراب وامه بنت مياس. ما شاء الله. محلي من الصوبين. طيب ما شاء الله. طب من اللي اسمح لي اتخذ القرار بانه يروح الشوط المفتوح؟ راعيه راعيه. عادي. نعم. اشهد ان عنده جرأة. رأيي نعم نعم. رجل عنده جرأة في والله. طال عمرك اللي عنده جرأة دائما يكون شجاع، والشجاع مي من فراغ. هذا الرجال طال عمرك خايض في السيوف وفي الشلافي. كفو. من سنين. كفو. نعم، وان اتخذ القرار ما اتخذه عن فراغ. عز الله انك. نعم. لكن في الشوط فنيا كيف شفت الشوط؟ يعني بأريحية ولا واجه صعوبة؟ والله يا ابو زايد شوف، ما في شوط رمز يقول لك انا اخذته بأريحية. الشوط يجي بشق الانفس. واما بالنسبه لبعيرنا، بعيرنا طال عمرك سوى يعني طريقه ركضه في المرموم، طلع من الأربعة كيلو وتعب البعير. طلع من الهرنات ومن هذا واستنزف البعير. اما بالنسبه لليوم بعد لو تلاحظ طلع يمكن من الكيلو وين طلع البعير، وهذا اللي خوفنا شوي، لكن الحمد لله تيمل من يمالة راعي. الله يوفقك. من الجو ما اثرت على ما تاثر على تاثر على جميع المشاركين. والنفعه تنفع جميع المشاركين. عداله في المشاركين. اي نعم. لا لا ما شيء يخدم شيء. اي نعم. طيب اليوم اخذتوا رمز؟ اي نعم. واحد مشاركين في رمز واحد اصلا بس. نعم. عندنا يعني عندنا الحقايق واللقايه والاذاعه اللي ماخذات رموز. ايوه. تقريبا ماخذات اكثر من 6 رموز السنه. امر علينا سعيد يابر انه يتقيضا، وسعيد يابر من النوع اللي يدور تسعيره او انه وده يبيع. فوده الاذاعه تروح ثنيه الحول، وان شاء الله انه بتشوفونه في هالميدان باذن الله. يعني انتم بس باسم واحد مشاركين؟ مشاركين باسمين في نفس الشوط. عندنا عالي واطرس. أيوة. مستهدفين الشوط والحمد لله اخذنا. كافوا في ذمتي. الحمد لله. شيء قادم في السيف ولا في انا سمعت انه موجود سعيد جابر في السيف؟ لا لا مشارك ان شاء الله. انا قاعد اقول لك، فبالتالي القبله قبله الحلال اوكي. القبله اوكي، لكن النوعيه في الاشواط تختلف. شلون؟ طيب النوعيه في السيوف تختلف عن اشواط اليوم. يعني انتم اليوم انا ما اقلل من الاشواط ولا اقلل من المشاركين. لكن نتكلم عن شوط سيف. ايوه. كل مطيه رايحه فيه فرصيدها سيف او سيفين او ثلاثه رموز. واللي مدخلينه انتم عاديه؟ لا نحن ما ندخل عادية. أنا أقول يعني. العادية ما تدخل في هذا الشوط. نحن جايين مستهدفين هذا الشوط ونتمنى التوفيق من الله. سعيد جابر يقدر عليه؟ قادر عليه قبلها اليوم. كفو. أنا لا أتكلم عن اليوم. ليش؟ لأن اليوم كل الترشيحات تروح عند أسماء معينة للأمانة. صح. أي سعيد جابر هم الناس أنا ما أنا أتوقع هم يمشون على مؤشرات، صح ولا لا؟ بالضبط.
يعني انت اذا تمشي على اخر سيف هنا حامل لقب بن غدير، يعني الناقه موجوده بالضبط، واخر سيف، واخر سيف في دبي موجودة. عند بن حموده وموجوده، يعني هذا كلام الناس تمشي على معطيات ومؤشرات. انا ناقتي ما سوت انجاز السنه، افضل انجاز لها ايه ثاني على السيف. حلو، ف متى عمل خير في سيف ولي عهد دبي؟ في دبي ما شاركت بالمرموم؟ ما شا... شا... لا ختامي، لا ختامي الناقه مرت فوعكه صحيه، ايوه توها الناقة متصالحة، وانت أمل خير إن شاء الله منك. سعيد يابر سيتوج بالسيف ولا يجد صعوبة؟ أنت منطقي في الطرح صراحة، تعجبني. أنا منطقي، لكن أنت أنت تعلم من بيتوج؟ أنا أقول المعطيات إيه؟ مثل ما تفضلت قبل شوي، نعم. أنها في أسماء معينة المعطيات، أنا أشوف إيه؟ كل الأسامي اللي مشاركة مهيئة تأخذ السيف. تبغي قبله العرب اللي مشاركين في السيف كلهم حلالهم مركضين، صح كلام سليم. تبغي نوعية، كل شعار عنده نوعية، الله يعلم من بياخذ السيف. لمن تهدي الإنجاز أخي؟ أهدي طال عمرك المالك الشعار سعيد بن يابر والمشجعين هذا الشعار، الشعار الوصلاوي، ونوصلهم السلام من الشحاني إلى زعبيل وند الشباب. كفو يستاهلون، كفو كفو يا أبو يا أبو يا أبو سعيد، تحياتي لك وللوالد الله يحييك. وياك يا طيب، الله يبيض وجهك. يقول بأنه لن يستسلم على السيف، يقول بأنه قادم بحبة واحدة، ها إيه حبة واحدة لكنها لن تكون سهلة على الإطلاق. إذا 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 زودت شوي في الكلام تدخل علي، أوكي؟ يقول إذا ناموس حقيقة لسعيد جابر ولغانم البطل، هذا الرجل الذي توج بطلا في أقوى أشواط القعدان. شوط آخر ينتظر، فإلى ذلك الشوط. انطلق على بركة الله وتوفيقه شوط الشلفة بمركز الوصافة، المركز الثالث، الوصول والقدوم من قبل الهملول حمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري، المركز الثالث الوصول من شعار بن حمود، مقدما لنا هملول حمد بن غانم، حمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري يقدم لنا هملول هنا في هذا المساء في رصيدها رمز في مهرجان دبي في تامي دبي، هنالك في المرموم يقدم لنا بن ظبيان في هذه اللحظات باحثا عن الرمز الثاني، مع ناقلات انطلق، مع ناقلات ناصر بن عبد الله تاهل تلبس بل الماس تلبيس ويفعل لها تكريم في كل حلة، ناقلات المسند، ناقلات المسند، ناقلات المسند، هجر النواميس، ناقلات النواميس، انطلق المسند، انطلق المسند، ناصر بن عبد الله بن احمد المسند المغامر سعيد بن بط الزعبي، ناقلات المسند، ارض وجو، ارض وجو، ارض وجو، سلام يا الشلفه، سلام، سلام يا المسند، سلام. يا مرحبا يا ابو راشد، والله هلا. اليوم اخذت رمز، نعم. كلمنا طال عمرك عن الشوط، كيف شفت الشوط، كيف عشت اللحظه هذه؟ والله ما شفت شوط رمز وحار، نعم نعم. كنت فرحان في الشوط للأمانة، الحمد لله. نعم. هل يعني راح تكون على وزن عمك وعلى وزن الوالد الله يغفر له؟ نقول إن شاء الله. الله يوفقك يا ربي. وشعورك يوم خذوه؟ والله الشعور لا يوصف. أيوه، والقادم إن شاء الله. القادم أفضل إن شاء الله. لازم نبيك بطل. والله نبيك بطل طال عمرك في الميادين وتكسر الرموز طال عمرك. إن شاء الله. لأن أنت طال عمرك من معدن أصيل. يقول الله كريم، الله يبيض وجهك. نشوف هذا البطل بعد، هذا ولد من هذا؟ هذا ولد سعيد ومرتضى. او نعم، تعال قرب عنده، ولد سعيد ناموس. مساء الخير، سويته اليوم؟ سوينا لازم، سويته لازم، الله يبيض وجهكم. والقادم ان شاء الله؟ ان شاء الله افضل. انتظرون السيف ترى، ها؟ باذن الله قادرين عليه، وان شاء الله انكم قادرين. شعار المسند والتضمير قوي ان شاء الله باذن الله. وشعورك الان؟ شعور لي لا يوسف. يا بعد روحي. وانت يا بطل شو اسم ولد من انت؟ حمد بن راشد. ونعم يا ابو راشد، ايش حك ابو راشد؟ محال. شلون امورك؟ بشرك. ها شلونكم اليوم؟ الحمد لله. الرمز ها؟ ايه. ايش يعني لك الرمز اليوم؟ الحمد لله. ها؟ رمز يوصف. لا يوصف ها؟ يا بعد روحي يا بطل، الله يوفقك ان شاء الله. انا ابيك دائما بطل ها؟ ان شاء الله. ابيك دائما راسك فوق، وابيك دائما تنوم طال عمرك مثل ما فرحنا كثير و بين الجنبات هذا الميدان يا بطل. والله احنا نسوي اللي يعجبكم يا ابو دير. اي بعد روحي يا حبيبي، جعل فالك التوفيق ان شاء الله. خشمك يا ذيبان.
جعل الله يوفقك. إذا مشاهدينا الأعزاء، هؤلاء الأبطال اللي تشوفونهم دولة يوما من الأيام ستتذكرون بأنهم قادرين على أن يكونوا على الموعد. تعال يا بطل قولي أنت ولد من الله يحفظك؟ أنا ولد محمد بن بطل. ونعم 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 يا ولد محمد. نعم. قولي شعورك. شعور لا توصف. لا توصف، أنت خطير جدا، يقولون أنك خطير أنت. ها؟ الحمد لله. الله يوش القادم، القادم إن شاء الله في الأيام الجاية السيف. لا أفضل إن شاء الله. إن شاء الله. أي بعد روح. حناموس طال عمرك. إذا مشاهدينا الأعزاء بعد هذه الوقفة السريعة حقيقة مع المنجزين للشوط الكبير حقيقة مع عناقلات، نعيد الشوط الآن ونعمل لقاء مع السيد ناصر بن عبد الله المسند القائد لهذه الكتيبة والمؤسسة الكبيرة. إذا مشاهدينا الأعزاء، ظهر في اليوم الكبير ناصر بن عبد الله المسند الذي متعود دائما على الرموز. أقول لك ناموس طال عمرك. استاهل خير يا مشعل. بيض الله وجهك. وجهك، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. حاولنا في الأيام اللي طافت وما الله كتب، واليوم الحمد لله توفقنا. أخذنا رمز غالي في مهرجان غالي، وسجلنا تيم توقيت مميز. فالحمد لله. مؤشرات طيبة إن شاء الله. ناقلات كلمني طال عمرك عنها، هي بعدت عن الحلال للأمانة وخذت أريحية رغم أنه كانت في منافسة بعد من الخطية حقت عبد الهادي بن خليفة. صحيح، الخطية ما قصرت، هاي الخطية سابقة ناقلات مرتين، في مرة واحدة، مرة في الأمير الوالد والحمد لله كلها سبق، ناقلات والخطية كلها سبق. أيوة، سيناريو متكرر. متكرر نعم. كانت هي الأول وناقلات الثاني، صحيح؟ صحيح. لكن اليوم كنت مخطط انت على هذا الشوط للامانه، لانه انت دائما. والله يا مشعل احنا نخطط على الرموز بشكل عام، يعني نحاول فيها الرموز كلها، واللي الله يكتبه لنا يجينا. حاولنا في سن الاجداع، جينا ثاني في الشوط المفتوح، وجينا ثاني وثالث في شوط العمانيات، ما الله وفق. فالحمد لله اليوم اخذنا رمز وانفكت العقده. مؤشرات عبد الله مريحة، أول شيء الله يعوضك طال عمرك باللي انكسرت في الشوط، قالوا لي إنه في. شوفك عوض، هاي إن شاء الله دفعت بلا، والحمد لله على كل حال. الحمد لله. الحمد لله، يمكن طال عمرك شيء مدخور لك في القادم بإذن الله، شيء أفضل. هذا إن شاء الله، إن الله يعوضك. إن شاء الله إن شاء الله. أقول بأنه الناقلات شو رصيدها؟ ناقلات جاية ثانية على رمز سيد الأمير الوالد، وجاية ثانية في رمز الصياهد، وفي المؤسس عندها سيارة. لها سي في قوي. نعم نعم، ناقة سبوق ولها سي في قوي. هل مرضي ابو عبد الله اللي ما حقق في مهرجان الامير؟ يعني والله شوف، مهما سويت الواحد عنده طموح اكثر، وده بياخذ ينجز، وده يسبق وياخذ رموز اكثر. لكن الحمد لله، يعني اللي الله كتبه لنا في هالمهرجان جانا الحمد لله. هل ابو عبد الله مريح الوضع بالنسبه لكم للقادم؟ والله ان شاء الله انه مريح، احنا مجتهدين والاجتهاد ما راح يوقف، سواء سبقنا او ما حققنا انجاز، الاجتهاد ثابت وفي طلوع ان شاء الله، واللي الله يكتبه ان شاء الله بيجينا. شوف، انا سمعت تصريحات قويه، يعني الجماعه جايه من خارج الحدود كلهم، سواء الاماراتيين او العمانيين، يبون السيف، والقطريين كذلك الامر. فانت يعني تطلعاتك لناصر عبد الله المسند في هذا السيف؟ والله السيف اكيد اني انا بحاول فيه، اني انا خصوصا انه الحين صار لي 3 سنين انا اللي محافظ على السيف. فنحاول، بنحاول قدر ما نستطيع، والباقي على الله. حلال اللي مشارك فيه، حلال قوي، وما في ناقه في الشوط الا في رصيدها سيف، ولا ثاني على السيف، ولا على ثالث على السيف. فاحنا بنحاول، عندنا حلال طيب، وان شاء الله مؤشرات طيبه، واللي الله يكتبه له ان شاء الله بنومس له ان شاء الله. اللورد يقول بانه سنجتهد وسنساعد بعضنا البعض، هل هذا الكلام منطقي في الشوط الكبير؟ إيه نعم منطقي، وإن شاء الله. شوف، المساعدة على حسب مسار الشوط، الحين ما تقدر تخطط لين طلق الشوط وشفت الحلال وشفت اللي قدام الناقة اللي مرشحة بتكون قدام، اللي هي غيهبان صاحبة سيف الأمير الوالد، فأكيد إن كلن بيستهدف هالناقة هذه. والله شوف مشعل، ما في شوط سيف يمر إلا يكون فيه شغل، خصوصا ان السيوف هذه الحين فيها اول شيء تحمل اسم سيدي سمو الامير، ثاني شيء الجائزه الكبيره، فكل يطمح للسيف.
حتى اللي ما عنده ناقة سيف بيحاول في السيف. كونكت بينكم والله لا لا ما في اجتماع، ما في اجتماعات في الشوط، وبدا يعني بتحاول وان شاء الله انك بتخدم رفيقك ولا انه هو بيخدمك، واللي في النهايه بتروح قدام في الكيلو ونص قدام بيكون لها نصيب الاسد. كم نسبه بقائه فيك؟ والله ان شاء الله ان شاء الله. شوف انا ما اقدر اقول لك نسبه بقائه، هذه احتمالات ما نعرفها احنا، لكن انا اتوقع ان السيف يبقى، اتوقع ان السيف يبقى. عندنا حلال طيب وقبلة الحلال طيبة، أبو سعيد عنده حلال طيب وناكته إن شاء الله قبلة عزبتها طيبة، فأتوقع إن شاء الله أنه يبقى السيف. وياك وياك تشد حيلك طال عمرك، وفي النهاية لمن تهدي هذا الإنجاز القوي في ظهورك الأول في مهرجان؟ أهديه لسيدي سمو الأمير ولمحبي الشعار هذا كافة. شكرا طال عمرك. إذن مشاهدينا الأعزاء، نصر بن عبد الله ظهر في المشهد الختامي وتوج بطلا لشوط العمانيات البكار بكل جدارة، والكل يتفق بهذا الشوط الكبير حقيقة، نبارك له ولجماهيره. شوط آخر ينتظر عند الانطلاقة، نتابع أين ذهب ذلك الشوط وكيف كانت الحكاية. تنطلق شعارات يا أبناء القبائل هنا على أرضية ميدان الشحانية في تحديات سن الثنايا، رابع رموزنا في هذا المساء شوط الخنجر، خنجر القعدان العمانيات المصاحبة لها. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ ونسير هناك مع أول المراكز، مع التحديات الأولى والانطلاق الأول، وتابع البداية وتابع الصدارة في ختام الموسم يتقدم مع هذه اللحظات الوسمي بشعار خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية مع الصدارة حاضرة في هذا الشوط، ولكن هناك البداية وانطلاقة الصدارة. الوسمي في ختام الموسم يتقدم انطلاق مع التحدي مع البداية، ولكن بن غدير وصل اللورد تراب، والكل قادم نحو الصدارة نحو البداية. الله 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 يا الشعارات القادمة، ولكن أعود بالنايفة يغير مع رعد بالنايفة، وماركة رعد دائما تحمل لنا هذا الشعار، يحقق الانتصار، يحقق الرمز الثاني في هذا الختامي. الله يا بن مقارع متعود على النواميس، متعود بو حمد على النواميس، متعود على الانتصارات مع الخنجر، خنجر العمانيات بشعار علي بن حمد. ناموس استاهل خير، بيض الله وجهك. وجهك وش المتعود يا رجال؟ متعود السابق السباق اللي راح. عز الله اني يا ولد يوم راحت القعدان انا قلت بن مقارع متاخر الظاهر. الحمد لله. وين كنت انت؟ وراهم. ها؟ وراهم. يا رجل انت عندك تخطيط فني مش طبيعي علي رفقة. علي ما جاملك. والله ما في تخطيط، هذا كله توفيق من الله. لا كل شيء كلنا تحت الله. نعم. بس التخطيط اللي سويته شو خذيته؟ هو خطط بروحه. ها؟ هو بروحه مخزونه قوي. هو ماخذ رمز صح؟ ايه ماخذ رمز باقي الوقت. لمين الوالد؟ لمين الوالد ماخذ رمز؟ يا بعدي انا ما كنت موجود والله العظيم، لكن متعود هذا اقلع. زين يوم جاي انت موجود بعد لا تضغط علي انا واجد. لا يا بعد روحي، المؤشرات طيبه للجاي. ها؟ الله كريم. شكل حول عندي بكره. لا 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 ما عندك عز الله عندك بكره؟ لمن تهدي الانجاز هذا؟ هديه لسمو الامير وللشعب القطري كافه، الله يبيض ومشجعين شعار مقارح. يا بعد روحي بيض الله وجهك. اذا مشاهدينا نعيد الشوط بعد ذلك، نعمل لقاء مع البطل اللي عنده شوط الان على كيف كيفنا. الى الشوط، اعاده الشوط معود. إذن مشاهدينا الأعزاء، متعود أسعد جماهير القطرية، وابن مقارح سعيد جدا. ناموس لك يا بطل. تستاهل خير يا مشعل. إيش الإبداع وإيش المتعود الرهيب. الحمد لله توفيق من رب العالمين. يا حبيبي الله يبيض وجيهكم صراحة. وتألقتوا الشوط كيف شفته طال عمرك؟ الشوط نار. هذا ختامي الأمير. فيه انتحاري. أي بعد. ما يدخل فيه إلا واحد انتحاري. ما شاء الله عليك. الرمز هذا غالي يموت من دونه. أنا أشهد. أشهد أنه غالي في ذمتك، بس كيف قدرتوا تأخذون الشوط هذا الكلام؟ الحمد لله توفيق من رب العالمين، البعير في رصده رمز. أيوة. سبوق البعير وتوفيق من رب العالمين. زين كيف كانت شفت الشوط أنت فنيا نتكلم؟ شوط قوي. مجرياته عادية، قاموا قدام ما في أحد آخر.
زين متى ضمنتوا انه الرمز راح للمقارع؟ ضامنه من الامير والد. عندي الحمد لله توبي. في قعدان عندك بعد ما تلاعب ترى. هذا ما يلاعب بعد. هذا الكلام. نعم. وسلالته هذا قلت لي؟ ابيه مياس ابو عقاب. ها اول رمز عنده ولا ثاني رمز؟ ثاني رمز عنده. وين الرمز الاول؟ الامير والد. ما شاء الله. وش يعني لك انك تاخذ رمز في مهرجان سمو الامير؟ هذا اللي نطمح له طول حياتنا، ناخذ رمز في مهرجان الامير والد. الامير. والقادم ان شاء الله. افضل. يقولون انه المؤشرات طيبة للقادم ها؟ ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله نوعدهم الزمان الجاي. الزمان الجاي ولا المهرجان باقي؟ خلاص انا ما ندش. وابوك؟ ابوي ما ندش. ابوك عليه ضغط كبير. لا ما عليه ضغط. يا عاد روحي. الضغط على ابن غدير. السبق عنده. الناموس عند ابن غدير من الحين. خالصين. نهنيه من السيف. خالصين ها؟ هو راعي زريج، نهنيه من السيف، السيف بينهم. اي يا عاد روحي. زين لمن تودي الانجاز هذا؟ اهديه للامير والد. وللامير حفظ الله ورعاه. والوالد علي بن حمد المقارح. احسن طال عمرك تحياتي للوالد. اذا مشاهدينا الاعزاء موعود استطاع ان يسعد الجماهير القطريه وابن مقارح خطير جدا هذا الرجل ترى ما يقدم اسم الا يلطم الرمز بكل تاكيد ونقول لناموس ومن تالق الى تالق شوط اخر على خط الانطلاقه خاص بالانتاج. ينطلق في هذه اللحظات شوط الشلفة الانتاج شوط الشلفة للثنايا طلقات وجود لمحمد بن سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي هذه وجود هنا في هذه اللحظات والثنايا والمسافة 8 كيلو مترات يا مضمرين الخمس المراكز الأولى الخمس اللي تطمع هنا في نيل الشلفة في نيل الشلفة شلفة الانتاج تحتي نشوف هنا الأسماء وأحدى المرشحات يا السلام وسلالتها الغنية عن التعريف هنا في هذه اللحظات هنا مع هذا الانطلاق اللي على المقدمة وإن سألت يا العطية ظبي العطية ركز يا منصور يا ابن عبد الله شعور فوز الانتاج غير الله يا زايد بن محمد بن قران المنصوري أهل غياثي زايد وصل مع راعية الإنجازات الله 600 متر الأخيرة يا السلام بيان وصلت دهشة بندري تبي تستعيد نواميسها وضع الرمز الرابع مع بنت الفايز الله وفيافي ولكن دهشة واللي وصلت هنا يا سلام يا دهشة دهشة بندري ما تعرف إلا النواميس ما تعرف إلا الرموز سلالة الهرش إلى أيضا إلى مقره في أم الزبار سلام إلى الهرش وانتاجه حيوا الهرش وحيوا بندري المنصوري سلام يا راعي دهشة والرمز الرابع في رصيده ناموس حجك خير الحمد لله على كل حال الحمد لله الله يبارك في ضغط اعصاب ما في شك شوط صعب اكيد ما في شك بس مهاتة كل المختلات والله ان يمشي مشي والله ان يمشي يا غير تبارك فيها هي اللي متيمله ارشدنا السبوق اي والله الحمد لله يعني مستحيل شيء يخل تبارك فيها هي نوعيه انا اخبرك انها نوعيه الشعور بعد اختناصك لرمز الامير شعور يا احلى شعور سلام عليك سلام وين راح الختم وراح ابو ظبي وجميع كافه الاخوان والامارات بس هذا الرمز قلت لي انه اصعب رمز ما في شك لا الحمد لله هي السوق هدايم طيب ما عليها منهم بس الحمد لله على كل حال إذا مشاهدينا الأعزاء دهشة التي أسعدت كل الجماهير وهذه دهشة يسمونها أو دهشة أيا كانت فهي اسم خطير جدا حقيقة في المعمورة ناموس طال عمرك حجك خير الله يسلم بيض الله وجهك ويك أبيض ويك أبيض يا رجل ما يقدرون عليه ليش الحمد لله نحمد الله ونشكره لنا تنحدر من سلالة طيبة أنا أشهد سلالة الفايز أكيد ما في شك
قالوا لي ان من البارح انه الرمز عندها للامانه. والله كل الشباب رشحوها الله يجزيهم خير. أيوة. اللي في التلفزيون. نعم. والجماعه والجمهور كله كل الجمهور. اي واحد تساله في الشارع الان يقول لك راحت اكيد عندها. اكيد ما في شك. شو السر في 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 اختيار هذا الاسم يعني؟ والله يا اخوي لانها ما شاركت قبل. ايوه. من يوم بدات خليناها للوسط ما شاء الله العام بدات تشارك والسنه شاركت سميناها دهشه. انا الشاب من الدهشه. ها اي نعم. هي بعد يعني ما شاركت حقه لقيه؟ لا 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 مره كلش حقه ما شاركت لانها صغيره. وشاركت لقيه اشتراكين تعليم ركض بس. أيوة. وفكيناها واذا على العام تقريبا مو باكثر عنها. يعني يعني انت محافظ عليها؟ اكيد اكيد اكيد. بس يقولوا لي كم ماخذ كم رمز اكثر من رمز؟ الحمد لله ماخذها اربعه رموز هذا الرمز الرابع اليوم اللي ماخذه. اي بعد وش يعني لك هذا الرمز طلع؟ والله يعني لك الكثير والله. يقولون اول شيء الشوط كان سهل بالنسبه لك ولا صعب؟ لا والله الشوط ما يستهان فيه بكار سبق منهم فيافي من 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 خيرة البكار الموجودة. راحت قدام صح؟ اي نعم بكرة فيافي سبوق ماخذها الشوط المفتوح. أيوة. ورجعت تركض في الانتاج والحمد لله على كل حال. زين يعني بنت ريس اسمح لي بسألك سؤال الان، اول شيء امها عندك هذه؟ اي نعم نعم. امها انتاجها زين ولا؟ لا والله اول انتاجها امها دهشة. أول... هي وفي رصيدها سبق امها قبل ماخذ سيارات ما شاء الله. هي نعم. زين يقولون البعض لو جابت لك قيمة أنت رافض موضوع البيعة صح؟ والله نعم نعم. أنا قال لي قالوا لي معلومة ليش؟ ليش اسمح لي لماذا لماذا رافض موضوع البيعة؟ والله يا طويل العمر مو الحمد لله نحمد الله ونشكره نحن بايعين وايد من الحلال الحمد لله والخير فاضل. أيوة. ولا شيء قاصر الحمد لله. أه. ومن نوعية الدهشة ما تحصل بسهولة. ما تحصل؟ لا ما يعني تحصل بسهولة. ما... صعب 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 صعب. زين لماذا لا تختبر دهشة هذه في الشوط المفتوح؟ والله يا اخي انا انت شبعت من الانتاج ما شاء الله اربع رموز الحمد لله بس ما في داعي اني اروح في الانتاج في المفتوح ومحطوط لها شوط الانتاج. انا معاك انا اتفق معاك الجائزه نفس الجائزه لكن يقول لك علشان تختبر هالبطله هذه. والله يا اخي ما شيء حاد يعني نحن مو محتدين على شيء. آه. يعني اي نعم بس بغيناها تشارك ونحن نبرر بها ناقه مستقبليا يعني. اه يا بعدي يعني بعد ما راح تكون في المفتوح تبقى في شوط هذا؟ اي نعم بتبقى ان شاء الله في شوط. لا ما تركض في شوط ان شاء الله باذن الله. انا قدمت هذا شيء يعني لك الرمز هذا الكبير؟ والله يعني لي الشيء الكثير الحمد لله نحمد الله ونشكره. الله لمن تهدي الانجاز الكبير؟ والله يا اخوي لشعب دوله الامارات كافه والاخوان ومشجعين شعار مسلم بن دري المنصوري. ونعم يا مسلم عز الله انك انت مع الرموز دائما علاقه. وقفت عند الرمز هذا ولا في شيء قال؟ والله ان شاء الله نقول عندنا ناقه ونتامل خير ان شاء الله. ناقه في وين؟ في الحيل ان شاء الله. في السيف؟ لا في المحليات. في المحليات ها؟ اي نعم. نفس وضعيه دهشه؟ لا 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 لا. ما هو مثل وضعيه دهشه زينه زينه ناقه دخلت رمز. أيوة. ويا غير متاملين خير ان شاء الله. الله يوفقك يا رب. ناموس طال عمرك. حج لك خير. الله يبيض وجهك طال عمرك. ويا اذا مسلم بن دري يسعد جماهيره ويحافظ على ان دهشه بطله كالعاده في الانتاج وهذا الشوط قد يطلق عليه شوط دهشة أليس هكذا؟ لأن دائما تحقق الرموز بطبيعة الحال وأسعدت الجماهير. آخر أشواط الرموز نتابعها معكم سويا. هكذا متابعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. من هنا من على أرضية ميدان التحدي من الفائزين الكل فائز في هذا المهرجان الكل فائز في هذه المشاركة الخليجية الكبيرة التي يضمها ميدمنا ناس الهود على المركز الثاني طاحلة الكبار يتقدم في هذه اللحظات ليتقدم الظاهري ويبدأ بظهوره يبدأ في هذه اللحظات بالتحركات والاتجاه نحو الخنجر يصمد المغزل على المركز الثاني كيلوين متر ما تفصل عن الخنجر هنا مهند على المركز الأول والمغزل على المركز الثاني يلي مع الأمتار الأخيرة المهند الظاهري لا بد من ظهور الأبطال لا بد من عودة الأبطال الخيالي بن سعيد يا سعيد الحظ ولكن مهند الظاهري الخيالي لا
مشاهدينا الاعزاء، الخيالي يسعد الجماهير ويحقق شوط الانتاج. ونتعرف عليك، الله يسلمك. ياسر بن دقيق الخيالي. ونعم يا ياسر، اقول لك ناموس طال عمرك. حج خير وعافيه. ياسر الشوط نار كان. ايه نعم، شوط قوي، شوط رمز. عز الله انت. وفوتو فينش. يا ريال. ها؟ كيف قدرتوا على الشوط؟ اسمح لي بس، كيف قدرتوا انكم تاخذونه يعني؟ والله قعود قوي ومرشح. وله سبق، وكل الجعادين اللي عنده سبق، وصاحبات رموز. نعم. وقعود مركض جاي ثاني على الرمز قبل المركض هذا. اه ما شاء الله. يعني قد شارك في رمز؟ اي جاي ثاني على رمز امير الوالد. مره واحده شارك بس في الرمز؟ لا عده مرات. ايوه، ايش تاريخه مع الرموز والحدث؟ خامس على الرمز وثاني على الرمز. اليوم سبق تيمل وسبق اليوم. في اسماء قويه جدا كانت مرشحه لانها تاخذ الرمز، كيف قدرت انك تتغلب على هذه الاسماء؟ والله الحذر. أيوة. سبوك وجدير بشوط الرمز ومرشح كظنا بشوط الرمز. ياسر وش يعني لك انت تاخذ رمز طال عمرك ومن انتاجك الشخصي وفي مهرجان كبير؟ والله رمز شيء كبير، وفي ختامي قطر. يعني ختامي تقول ختامي خداميات يعني، باقي عليه مركاض الوثبة ان شاء الله نشوف يركض ولا نريحه. تبون تريحون انتم بعد ولا؟ والله بيكون مريح عقب مركاض القطار، ما اعتقد انه يركض. ليش؟ راعي ما يبغى له ركض بايد. بالعكس دائما اللي مثل هذا لازم تخلونه طال عمرك مستمر بالانجازات. اي نعم، حق السنه الجايه ان شاء الله. يعني تبون تريحون السنه هذه؟ خلاص السنه هاي خلاص تقيضون. ها؟ اي نعم. تقيضون على رمز؟ ها؟ اكيد. طيب حذر السلالت الله يحفظك. ابوه الحذر بعير الشيخ حمدان بن راشد الله يرحمه، وامها بنت سراب. انتاجها هذا بس هذا اللي قدمتها الحذر ولا لا؟ الناقه لها عده بوش. اي ناقه معروفه لها عده انتاج، يعني مو بالانتاج مو بالحذر. زين هذا الانجاز لمن تهدي الله يطول عمرك؟ هذا هديه طال عمرك مالك الحذر عيسى بن سعيد الخيالي. يستاهل. اقول له الناموس ابو سلطان. يستاهل ابو سلطان. نعم. والقادم ان شاء الله. والله القادم افضل يعني. افضل ان شاء الله. ان شاء الله. الله يبيض وجهك. وياك ابيض. ماذا تقول لجمهورك؟ اقول لهم مبروك ناموس الحذر، وكل محبين الحذر وشعار عيسى بن سعيد الخيالي. الله يطول عمرك، لازم تستمر على التألق هذا. ان شاء الله ان شاء الله. بس ان الشوط صعب ترى عليك. يا ريال. والله العظيم اللي عنده مثل الحذر ما يصعب عليه الشوط. علي رفق انه كان صعب، صعب جدا الشوط. يا اقول لك صح ولا لا؟ الله يبيض وجهك ويكبر. تستمر على التألق. مرحبا. شكرا طال عمرك ياسر. اذا مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، الحذر اختتم اشواط الرموز الكبيره وحقق رمزا غاليا حقيقه على صعيد الانتاج، وابتسم له الرمز في نهايه الامر. الاشواط الان اصبح 14 رمزا للامارات، وست اشواط وست رموز لقطر، ورمز للسعودية ورمز لعمان. نشاهد الترتيب والسجل التفصيلي للمنجزين.
إذا مشاهدينا الأعزاء، بعد هذه الأشواط وصلنا الآن إلى الوقفة الفنية مع العمدة الكبير، الرجل الذي سيضعكم دائما في الصورة. بس لف شوي عشان الشمس يكون أجمل صورتك بعد. كيف حالك يا العمدة؟ مرحب بك. مرحب بك. شلون المعنويات اليوم؟ لا والمعنويات ما شاء الله يعني مرتفعة، واليوم الركض أصلا كمان أعطى نشاط لكل المتابعين. يعني في إثارة، في متعة اليوم، كلنا استنسنا صح؟ اليوم في إثارة، في متعة، في يعني الكثير من الأشياء اللي كانت الناس متراقبينها وصلت على ما كانت موجودة. الله يعطيهم الصحة والعافية، متعونا صراحة بين جنبات الشحنية. أدخل معك في الشوط الأول، المبروكة للنيادي، مرشحة قوية للشوط صراحة. مبروكة ما شاء الله، هي دائما في دائرة المنافسة وماخذة كاس، وده الكاس الثاني، وهي مو بغريب عليها لأنها سلالة تأهلها، سلالة جبارية، سلالة غاز المختبر. ما شاء الله، هذا اللي عنده سلالة غاز المختبر أصلا حطه في بطنه بطيخ الصيف. نعم كلام سليم. لكن مبروكة، متى مبروكة ماخذ رمز في محمد بن زايد؟ ما شاء الله. نعم. تبارك الله، ماخذ رمز. هل واجهت صعوبة؟ اسمح لي، كانت مرشحة نعم، لكن واجهت صعوبة؟ واجهت صعوبة لأن الشوط أصلا كله صعوبات وكله مضبات، يعني ما هذا الشوط اللي بياخذه ما بياخذه عن سهولة، لأن الهجن المشاركة هجن كلها قوية، وهجن كلها كانت ممتازة ومعروفة ومات رموز، وهي مرشحات. كلام سليم. كان سالكة تكون الهجن القطرية أو الهجن الإماراتية المشاركة معها، ولكن المبروكة حتى بقدرتها. واليوم أنا أهني اللي ماسك الجهاز، إنسان كان راكد، وكانت هي أعطته على ما يريد. يا عيني عليك. كانت يعني دخلت في الشوط وما استعجلت، وضعيتها كانت ممتازة جدا، كان ممتاز وضعها ممتاز جدا. نعم. وبالرغم أن البكار اللي انفردا هي كانت في خلف الدائرة الثانية، ولكن عندما طلعوا منها لقاها موجودة ما شاء الله، والسلالتها نفعتها. ونقول سلام لسعادة حميد بن سعيد النيادي، ما هو غريب، ومبروكة. هذا اسم أيضا محبوب، والشعار الاتحادي دائما يأتي في الأوقات الصعبة، ويحوم البودرة في الأوقات الحرجة. يا عيني عليك، حلوة هذه، حمد بالبودرة عالمية، هذا مصطلح خاص. أيوة نعم. الله يسلم. أيضا أطلس بن جابر الحربي، سعيد جابر قدم أطلس كذلك الأمر، قدم مستوى رهيب صراحة أطلس. أيوة. أصلا من المرشحات يعني أطلس قعود. أيوة. ممتاز جدا. أه. وله إنجازات سابقة. دائما الأشواط هذه. أيوة. إحنا ما بنقول الشوط كله، إذا كان حسبت الأعداد الموجودة. نعم. وحسبت الرموز اللي فيها تحط ذلك فوق راسك، لكن اللي بياخذ الشوط هذا بأنه أول فيه توفيق، بعد التوفيق القبلة ما شاء الله. لأن مثل الشوط هذا يا أخوي مشعل، شوط يعني يقول أعصابك. نعم. أعصابك. شوط ناري. وأطلس ما شاء الله اليوم شفنا فيه ركض عجيب جدا، هو أصلا دائما هو بيشارك في الأشواط الرئيسية. نعم. وفايز بأكثر من رمز، واليوم يضيف رمز ويهديه للشقي. نعم يستاهل. سعيد جابر يستاهل. نبارك له ونقول سلام لدانة الدنيا، سلام. كان ركض وأداء ونهاية. أيوة. ممتازة. الله يعطيك ما شاء الله. أيضا جانا ناقلات، أو جت ناقلات لمسند صراحة، وقدمت مستوى رهيب رغم أن هناك منافسة من السيد عبد الهادي بن خليل على الخطية. يعني ناقلات. أيوة. أنا بقول الاثنين، أو المسند. أيوة. والشهواني. أيوة. كان في دبي كرر نفس المشهد، ولكن اليوم المسند يعني فاز على الشهواني. أه. ونبارك له الاثنين. نعم. لأنه الشعار كله عنابي. نعم. هل تحسب للمسند ان خلى الناقلات تذهب بعيدا عن الحلال؟ الناقلات اليوم. أيوة. هي ما شاء الله. أه. هي اصلا من البوش من اللي تحافظ على ركضها. أيوة. وكان ركضها ممتاز جدا. أه. واليوم انا هنيهم على قبله البكره، مقبله قبله حلوه، وشعار ما هو غريب عليه. أه. شعار ايضا معروف برموزه. نعم. ومعروف بمشترياته المسند. انا بارك له وهنيه بفوزه، لأن البكرة انفردت من كيلو ونصف كيلو. بالضبط. الشهواني حاول يعيد نفس السالفة والسيناريو اللي في دبي. تأتي الرياح وما لا تشتهي الإبلو، لأن الإبلو سفاير الصحراء. بن مقارح قدم لنا قعود قوي جدا صراحة. متعود. متعود. وهو متعود الشعار هذا الشطرنجي. أيوة. متعود من زمان على الركض، من كان عنده راشد بن مقارح وعلي بن مقارح، هذه عائلة عندها خبرة في التضمير، في السلالات اللي تنقيها تنقية، وبتحب تركض دائما مع الكبار. انا
اشهد انا عارفه ياخذ نوعيات ياخذ نوعيات يعني اعداد تعود اليوم أيوة. شارك مشاركه ممتازه جدا في الكيلو الاخير ما شاء الله القعدان كلها مع بعض أيوة. ولكن بخبره بمقارح وبقوه واندفاع القعود والمخزون اللي فيه حاول ياخذ الشوط باريحيه عند خط النهايه برغم الضغوطات كانت في الكيلو نصف الاخير. يعني هل بن مقارح هذا الرجل وبعدين يحسب له انه هادي ها؟ جدا أيوة. المقارح ايوه انا اهنيه من هنا وهني بمقارح بفوز بمتعود واسم على مسمى جاب الاسم على نفس الشعار عز الله والرجال هذا والله كفو دائما يختار النوعيه ويختار الحلال الجميل وبعدين يكون عنده بكره قعود او ناقص ابوك أيوة. بيحافظ عليه بيوصلها يا عيني لان عندهم خبره في الضمار هذا الكلام واللي ما له قديم ما له جديد الله اكبر ايضا دهشه ودهشه دهشه هي اسمها عند المنصوري لا هذه كمان علامه فارقه يا رجل هذه ما شاء الله هذه علامتها فارقه اولا البكره هذه أيوة. فيها شيء من النوع اللي نقدر نحن نشرح فيه ونوريه الناس كيف هذه الجماعة كيف وصل البكرة كيف وصلت وكيف كانت من الأول البكرة هذه حق مفروضة ماركضت حقة ماركضت لقية ماركضت هذا يدل بشو خلاص والسلالة الفائز ما شاء الله هذه مستحيل تتنازل يعني جابت ما شاء الله بقول عنها باردة أربع رموز في أقل من شهرين ما شاء الله ثنية يعني البكرة اللي بحافظها واللي بخليها تتواصل ونهني بندري على محافظتها اكتشف البكرة من هي صغير من هي صغيرة من حقة وماركضها حافظ بها لين توصل السن اللي هي لما يركضها يمكن تواصل 4 5 6 7 8 سنة في الحول ما ضغطها يعني ما ضغطها لأنها هي حافظ بها صغيرة ما ما الفطيمة والحقة إذا أنت ركضتها ورجعت تركضها ما بتواصل لانه هو لقى البكر هذه والسلاله سلاله الفايز هذه سلاله معروفه طبعا احنا ما نقول شيء يعني ما فيها يعني ولكن نهنيه بشو نهنيه طعمك باختياره للشوط الرئيسيه واختياره بمحافظتها هي صغيره مركزها واختيار اليوم لانه عنده فيها امل كبير جدا ما شاء الله اصلا مرشح كل الاستديوهات كل الاستديوهات هي مرشحينها لان مرشحينها على ركضها ومرشحينها على سلالتها ومرشحينها على ادائها بعدين هذه البكره فيها فيها فيها, فيها يعني بتختلف من الحلال نعم هذه لو تشتغل على ما تشتغل عليها لانها تيجي من وراء هي يروح تبال احد يشتغلها بالضبط لكنك لكن هي مو من البكار اللي ندفع عن وانت تشتغل عليها هذه بكره ما شاء الله تبارك الرحمن والله يبارك لبن دري فيها ونقول سلام للختم سلام وسلام لبن دري سلام هذا اداء ممتاز ونهنيه باربع رموز في اقل من شهرين هذه علامه فارقه لانها سلاله امها كانت واخذ ست سيارات ام البكره ما شاء الله وابوها الفايز ثاني خلي الجمهور يحاسب يا عيني عليك اخر الاشواط اشواط الرموز ايضا كانت مثيره حقيقه وذهبت ايضا يعني او كان هذا الشوط خطير جدا صراحه لاخر الامتار لا الشوط الخامس ولا السادس الشوط السادس القعدان الشوط السادس القعدان هذا بقعود عيسى بن سعيد الخيلي ما شاء الله الحذر ايوه هذا قعود علامه ما شاء الله فارقه صاحبه يعني دخل في الشوط هو واثق منه بعدين سلالة الحذر بس كان في تنافس في الشوط كان في تنافس قوي جدا هذا الكلام هذا عنده طال عمرك عنده قعدان أيوة. قعدان بدرجه حتى خط النهايه فاز بقوته وفاز بسلالة الحذر ولكن قعود الجمهوري والقعود اللي معاه ليه خط النهايه يعني احنا بنشوف التلفزيون والجمهور بيشوف أيوة. والله اذا سالته يعني مالك بس بنفسه أيوة. بيقول يعني الركض قوي والقعدان كلها قويه ولكن بنهني سعادة عيسى بن سعيد الخيلي على هذا الفوز وعلى هذا الإنجاز بالحذر ونقول سلام للعين سلام وسلام لأبو سلطان سلام القعود بالفعل أدى أداء ممتاز عندما طلب منه في الكيلو نص الأخير أيوة. ما شاء الله القعدان كلها طلعت مع بعض صح كلام سليم رغم أنه هو شوية كان فيه استعجال في الأوامر لكن رجع تاني وعاد انت سمعت انه جبت كيكه صح ولا لا لا الحين ان شاء الله الامور طيبه شغاله شغالين عليها ان شاء الله الله يعطيهم ويستاهلون اللي اخذوا الانجاز دليل على حرصك على انك تدعم المنجزين بحييكم وبحيي قناه الكاس على وقفتك واخوي مشعل والله احنا متابعينك قبل الانطلاق يعني ما شاء الله طلعنا العلوم في الاول والتالي الله يطول وهذه حسب لك انت شخصيا وحسب لي قناه الكاس والغايمين عليها عزيز العمده بكره الشيوخ وين الرموز الاربعه بس لف كذا عشان صوتك يطلع اجمل الرموز ايوه بس هي باكر المؤسسات أيه كلها حاضره أه. ولكن احنا ما عشان نقول العمده بشف أيه من الحاصل الحين شايفينه ايوه كله حمر كله حمر
لكن المسافه الثانيه أيوة. والله ما بنقلل من مشاركتهم نعم. سواء يكون الشحانيه او العاصفه دائما في دائره المنافسه أيوة. يعني كل شوط رئيسي بصراحه العاصفه هي في دائره المنافسه ثالث ثاني رابع صح. هذا يدل انه في شيء جاي وفي منافسه جاي يعني ما يستهان به والاخوه الشحانيه في اي يفاجئونك لكن الشعر الاحمر علامه فارقه لجمهور يعني احنا نتكلم بانه لما نتكلم عن الرئاسه يا شباب نتكلم عن الرئاسه انا حضرت اربع اشواط بحضور الشيخ منصور بن زايد الله يطول عمره من اربع اشواط ماخذ 42 قعود يعني شو هذا معناه انهم يلمون يعني الشوط لغايه ال 12 هذا الكلام هذه معناها يعني معناها هذه الفارقه بمشترياته وداعم لسباقات الهجن نعم. والناس كلها في الخليج مستفيده من المشتريات مثل هذه هذا يعني لما تشتري الشوط فيه 12 12 12 هذه ما حصلت اربع رموز الى اين توقعك والله توقعي أيوة. يعني انا بقول لك الشوط الرئيسيه بيكون كلها حمراء كلها حمراء اذا كان في منافسه أيوة. في الشوط الرابع والشوط الثاني يمكن العاصفه والشحانيه ينافسوا لكن الشوط الرئيسيه بيكون حمراء سيد عمده شكرا جزيلا لك شكرا لك دائما مبدع صراحه والابداع من قناتكم مبدع وانتم مبدعين بيض الله وجهك اذا العمده مشاهدينا الاعزاء اليوم الهواء شديد جدا صراحه في ميدان التحدي نشكر العمده على كل ما تحدث به عن الاشواط السته ونقول لكم ان السيد مطر بن قويذ اهدى السيف مبكرا للورد عبد الله العيده لا نحرق اللقاء خلونا نشوف ماذا قال للحصري والله خوف قلبي يجيكم واحد طال عمرك ما انتم محاسبين حسابه احنا ما حاسبين حساب للكل اقعد قعدت ووقف رفض عيسى 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 والله تكفى اسمك حد من الحاضرين هذه اكثر الانجازات والرموز وين راحت مؤشرات العام للشحانيه وهم الزمن الجزيره وراحت ما عندكم شيء ناقف ارقى خلاص انا اخبرك راح اركب نعم ركب. ونعم يعني الشعب اكتساح قطري صح قطري كله السيف مثل ما سافر صبر مثل ما سافر العام أيوة. السنه يسافر مثل شربة القهوه لا 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 هذا لا يقول كل كلام عتيق بن قريح والله يظهر مع الباب ذا براحه قاعد يلمع لك ولا هو صادق يا رجل هالحين انا بقول لك هذا لا يجوز انا لا اسمح لي يا مرحبا مرحبا علومك طيبة والله تو ما نورت الديار الله يطول عمرك يا بعد روحي وين الابداع يا رجل الله يطول عمرك سويت اليوم والله ايوه حوطنا هم السيف وين السيف السيف عند بمجارح ها بمجارح مزروعه خلاص خلصنا هي. لا 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 تمويه يوم اقول لك بمجارح بمجارح اليوم هي لين الحين اركض مطيه واحده في اللقايه ايوه وكسرت التوقيت وبتاعت وخذت الرمز لا والحين اركض ثاني مطيه اليوم وخذت الرمز والثالث اخذ كلام واحد يعني عايش في الركب دعوه اي والله لا ما ضرت تعطيه تخدير لا والله لا 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 والله بس انا اعرفه في الركب ايوه المزروعه بكره ناقه العيد اللي عند علي بن حمد بن مجارح المري خذ كلام يعني واحد عايش ما تنسبك يا رجل وين بن حمودة وين انا طريدك وين بن خديل أنا الا كان حد بيخطط لها يعني يكون شيء حلال عندها وراء ويضربون عليها لين يقومونها شويه تقوم أيوة. يمكن بعد تخف سرعتها في النهايه ولا ما لها ناقه بكل صراحه يا اخي واحد الحق ما يزعل لا عز الله انك بس انت اتوقع انك تموه يعني انا كيفك انت انا من استويت وياك وتعرفني فانت على عرفي في الركض ادانا وين ادانا خل الدانة وغير الدانة اقول لك سر اللي اقول لك عليه إيه؟ هذا عرفي وراك وما سبقت أيوة. ترى انا واحد يعني ما توقعني خلاص ما عاد عندي عرف لا انت ما عندك عرف انت ابو العرف انا هذا اللي اعرفه انا اقول علي سلم عليه من اليوم حتى والله سويت تليفون قلت له طف على المنصه ايوه واستلم الرمز من الحين واروح والله العظيم يا ورد بتحطه تحت ضغط يا رجال انا اقول لك انت لا انت بتحطه تحت ضغط لكن انا اتكلم عنه لا والله لا سلم على لورد سلام وايد وسلم على علي بن حمد بمجارح أيوة. قل له سلم عليكم بن غويذ ويقولكم
الناموس مقدم، لان لين الحين اذا انت يا مشعل انت انسان حضري وما تعرف الركض وايد وايد عايد من استويت في الركض. بيض الله وجهك نورني. ايه لا برمسك بالصدق. نعم نعم. انت تعرف في كوره اكثر شيء. لا لا معلش. في كوره من استويت عايش في كوره اول شيء صح ولا لا؟ نعم كلام سليم. نحن ونا عاد يمكن من قبلك في الركاب. نعم. انا اقول لك يا بم يا طويل العمر أيوه. بمجارح اركض اول بكره سبقت في التسعيره وبتاعت اول مشاركه دش في مهرجان. ما شاء الله. قعود عنده اركض خذ في مهرجان الامير الوالد الرمز واليوم رد وركضه وخذ الرمز واليوم الحين مسيوم هو قبل الركض ما طلع يبيعه ضامن الله ان ضامن ان يقعد ما ينسبك وناقته بس هم بيزعلون اذا رشحنا نحن بيقولون والله ليش تصرح عن حلالنا ولا تكلم انت اذا انت انسان حقاني لا اعلن قل لي يا ترى يعني اذا فضن خاطري يقول سلم عليك مطر بن غويذ يقول لك الناموس مقدم استلم قبلت حلاله هي قبلت حلال قل له استلم السيف واتكل على الله بس وانت وين اجل عاد احنا موجودين اجل اجل ليه ما تخصك لا اوكي لا ما يخصك فيها انا ما يخصني اقول سيد بن خدير وسيد الربع لا انا اتكلمك عن عمري انا واحد لا يعني لو انا عندي حلال روحي أيوة. بسحب حلالنا هي بس يعني حلال هذا حلال ناس وكيفهم به انا اقول لك عن علي بن مجارح أيوة. علي بن حمد بن مجارح هو اللي مضمر شو اسمه المزروعه ويمكن بعد تي خطه عنده بعد احتياط لا بكل صراحه اللي هي الثاني في دبي ينحسب لها بعد حساب يعني سيف موجود انا ما موجود عند عزبه العيده اللورد السلام ختام يا بعد روحي بيض الله وجهك اذا مطر بن غويث يفجر حديثه ويقول يا ساده على حد تعبيره تبقى وجهه نظر يعني في النهايه ان السيف عند ابن مقارح وفي عزبه اللورد واللورد حتى لو حقق يعني ما هي بغريبه عليه صحيح هذه هي وقفتنا اليوم مع مطر بن غويث كنا بنروح العزب حقيقة لكن شفناه يا رجل متحدث قوي عن موضوع مهم جدا قلنا خلنا أخذه الله يعين ابن مقارح قد يكون عليه ضغوطات كبيرة لكن هو من الأسماء الكبيرة ولا قصور في الأسماء الأخرى التي ستتواجد في السيف الكبير بهذا الشكل انتهينا ونذكركم بشوط من الذاكرة هذه المرة مع فن المسند التي أسعدت جماهير ذلك الشعار الكبير ونلتقي إن شاء الله على خير بسم الله الرحمن الرحيم وبه وعليه سبحانه وتعالى نتوكل ونستعين هكذا مشاهدين الأعزاء في الوطن العربي الكبير في كل مكان اليوم هو أسعد أيامنا اليوم هو عيد من أعيادنا الكل سعيد وفرحان يوم من أفضل أيام أهل الهجن أهل الشحانية وأهل الخليج جميعا مع وعد محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان ولكن فن بدأت المعركة مبكرا لانتزاع السيف هل يغادر مع راعي نوبة مع راعي الأصايل مع راعي السبق مع راعي التصريحات مع راعي التلميحات ناصر بن عبد الله المسند وش تنتظر يا محرق القلب النار روح للسيف يا الشرس روح للسيف روح الأمتار الأخيرة الحزام الأخضر إذا فن تنتزع مشاهدينا الأعزاء سيف الأمير تبشر ناصر بن عبد الله المسند بالسيف تبشر بالسيف السيف والعصا في الأبطان بدون أي أوامر أبشر يا ناصر أبشر بالسيف يا ناصر يا من يدفع الغالي والنفيس لانتزاع مثل هذه الرموز سلام للمسند سلام للشر السلام السيف شحاني السيف شحاني حيوا المسند حيوا كانها تقول السيف والشوط محجوز وتبشر عيون عليها مركزة سلام حيوا المسند حيوا السيف يمسي في الشحانية سيف الأمير يمسي في الشحانية والتوقيت الحدث مع ناصر مع الأنيق السيف شحاني